صراحة روعة روعة. الحج ما يوصف، كله سهالات يعني الحمد لله، كل شيء متيسر لا يوصف، شعور كأني في الجنة ما شاء الله. ما قصروا الصراحة، كل شيء سهلوا لنا والحمد لله. يعني الحمد لله على مدى سنوات أنا رحت الحج، بس هذه الحجة كانت أيسر حجة إطلاقاً، وكانت كل الخدمات الحمد لله جداً ممتازة، سواء الخدمات اللي قدمتها المملكة العربية السعودية أو المملكة في البحرين البعثة. شعورنا 100% ما ينوصف، يعني بالأخص توقف سنتين، يعني أدمنا على الحج سنوياً نروح، وسنتين جت هذه الجائحة وتوقفنا عن الحج. صراحة حسينا السنة أن طلعت روحنا، رجعت روحنا من جديد. يعني الحج الخدمات السنة مميزة لأقصى درجة، من البعثة ومن المقاولين ومن التنظيم، الازدحام اللي الكل كان يخاف منه وقت يوم النفرة بالتحديد وغيره، وكل شيء أقل من نصف ساعة أنت موصل الحرم، أقل من نصف ساعة أنت موصل المشاعر. ما في ولا موظف أمن أو خدمات الابتسامة مو على وجهها. طبعاً الحج السنة كلش جداً ميسر، ونقدر نسميه حج البي آي بي، كلش الخدمات كلش ممتازة، والحج كان يعني خفيف، ما في أي ازدحامات وتسهيلات من قبل البعثة البحرينية ومن قبل السلطات في السعودية لآخر درجة، كانوا ويانا في كل الخطوات والحمد لله كلش كان ميسر. الحج واجد متعة الصراحة وعجيب، والله يعودنا السنة وكل سنة يا ربي، واجد زينة الصراحة، كنا واجد مرتاحين. طبعا الخدمات كثيرة وغنية، نحاول نظهر الحج بأكبر وأغلى صورة ممكنة، مستعدين لتقديم الغالي والنفيس من أجل هذه المناسبة وهذه الشعيرة الدينية. تحتاج تعيش التجربة، تجربة روحانية وغنية، يعني أنت فرحتك تشاطرها ويا الحاج. اليوم مو في اللحظات والأمتار الأخيرة، جاي من ضيافة رحمانية واصل إلى أهله، شعور لا يوصف. يعني أنت في بعض العوائل وبعض الحجاج يسعى طول حياته إلى هذه المناسبة واليوم موصل إليها، يعني إحنا نتشرف أن نكون إحنا في ذاكرته جزء من بصمته، ونسأل الله القبول إن شاء الله.